أنا أول سؤال أستاذة ناهد. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. والله أنا أم البنت كان حصل خلاف بينها وبين جوزها، بس خلاف كبير يعني، وفهمها أنه هو مش عايزها يعني، بس هي جت على كرامتها وقالت عشان البيت والأولاد وكده. فمهم قعدت تسترضيه لغاية ما وافق يعني وراحت بيتها. وبعدين بس على شقي هما بيتعاملوا كويس، انما هو في اوضه وهي في اوضه، وعاشوا على كده يا دكتور سنين. هل مثلا هي غلطانه ان هي رجعت، ولا 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 هو ولا هو عليه حرمانيه كده؟ عارفه هكلم حضرتك يا حاجه ناهد واقول لحضرتك ايه اللي حصل. طيب يا دكتور، الله يبارك في حضرتك يا رب. ربنا يعني أصوات الحاجة ناهد وأصوات المباركات كده بيخلوا القلب كده يبقى سعيد. بصوا يا ستي، أول حاجة إن هي ما غلطتش. مش ما غلطتش لأن إحنا دايما بنحب نرجع الست لجوزها دوت. بلا شك إن الإصلاح والصلح خير، بلا شك إن الإصلاح هو الأساس فيما يتعلق بالخلافات ما بين الزوجين. لكن هي أحسنت لأن دوت اسمه مقتضى دوام العلاقة، مقتضى دوام الحياة الزوجية، إن هي تبذل وليست تتنازل. هي ما تنازلتش. أنا عارف إن أنت كلمة إن هي تنازلت أو كلمة إن هي ضحت وجعاكي، لا هي لا تنازلت ولا هي ضحت، وأنا ما بحبش الكلام ده في الجواز. اللي بنعمله مع بعض إن إحنا بنقوم بمقتضى ما يديم العلاقة بينا. ده ما اسموش تنازل، لان الناس لما بتفهم ان ده تنازل بتحس بقى ان هي اتوجعت واتألمت واتجرحت واتأذت. لا، هي عملت مقتضى العشرة بالمعروف، عملت مقتضى الفضل. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ده في حين الفصال. طب في حين الجواز، والجواز اصلا بينبني على الفضل، فبنتك صاحبة فضل ان هي عملت ايه، ان هي سعت لإدامة الجواز. وهي لان هي صاحبه فضل ربنا سبحانه وتعالى يبشرها، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، فان شاء الله ربنا يكتب لها الاحسان. واللي هي عملته ده هو دوت السبب في ان الحال انصلح بينهم. فانت ما تجيش تقولي لها انت جيتي على نفسك، لا هي ما جاتش على نفسها ولا حاجه، هي زكت نفسها وربت نفسها واطاعت ربها. فلذلك هي اللي عملته ده في ميزان حسناتها، وإن شاء الله ربنا يبارك لها فيها ويبارك لها في أسرتها بالعمل الصالح اللي هي عملته إن شاء الله. نعم.